أسلم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء مسيكم بالخير ومسي المشاهدين بالخير. ثانيا، هذه بنت لا إله إلا الله، بنت جميلة. سحبت نفس قبل ما تقولها، سحبت نفس. إيه، لأنها ما شاء الله بنت عمرها يجي 17 سنة، ولكن اللي يشوفها يقول 20 سنة. ما شاء الله، لأن جرمها عمرها زين، عمرها زين، جمعها زين وكذا، وبنت مؤدبة وعاقلة ودين وكل إيش. لا إله إلا الله، عقل كبير ما شاء الله. المهم، هي تبي تتزوج، قالوا لها الناس والبنات اللي حولها، أنت ما تأخذين إلا واحد تاجر، مفروض تأخذين واحد غني، واحد يحط لك خدم يمين وخدم يسار، وأنت ملاك. يا سلام. هي اغتبت شوي، فكرت، خطبها واحد من جماعتها، تو جاي من أمريكا، متخرج من أمريكا، عمره حول 39 38، ويخطبها. والله هي أرغبت فيه وكذا، بس الناس والحريم اللي حولها يقولوا لها أنت ما يصلح لك إلا واحد تاجر، ما يصلح لك إلا بنك متحرك يمشي على الأرض، الله. المهم، طال عمرك، يوم جاء ذاك اليوم يخطبها واحد غني، ملسد، رفضت ولد عمها. اي رفضت. ويخطبها ذاك ابو جار غني وسياره ودنيا، ولا بنك متحرك. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن عمرها شوي، حول 75. اي والله، وهي عمرها 17. وافقت عشان الفلوس، وهو يبيها عشان جمالها. يوم وافقت وزوجها وقعدت معه أول 5 سنين، عمرها 8، أول 5 سنين حالة لبس يمشي أموره. يوم صار عمرها 80 وهي صار عمرها 22 سنة إلى الحين، وهي ما شاء الله لا إله إلا الله، عمر الزهور، عمر الزهور. كبر هذاك، صار عمره 85 وهي صار عمرها 27 سنة. يوم إنه صار عمره 85 وجاب منها ولد، قال لها يا بنت الأجواد، أنا أخطيت إني أخذت سفج صغيرة، وأنت أخطيت تبعتي بفلوسي، الآن الله يستر عليك، أنا ما عاد فيني الحين. وش المنطق عقب 15 سنة يقول هذا الكلام؟ إي تعب يا حول، عمره هو عمره 85 سنة. أيوة. وتعب وصار يجلس، ولا يبغى يظلمها مثلا، توها عمرها 27 سنة، مجالها من الشيء ولا العام. إي المجال مفتوح، لعل تلقين. أنا قضيت وهذه الدنيا خلاص. المهم، يوم انها طلقها ومعها وليد، وعطاها فلوس وعطاها من الخيرات، وترسل للذاك اللي خطبها اول، قالت له اني انا الحين عندي فلوس والحمد لله وكذا، واني خليته مجال، اذا تبيني تعال، لو انت خليني الحرمه الثانيه بس تعال. هي معجبه بذاك ما شاء الله عليه. هذاك يوم جيتها الرسالة، ويكتب خلفها رسالة، كتب كلمات. وش يقول جيتي بوقتي الضايع، وخطأ النسيان يسمونه خطأ شايع، خطأ والله أنا وانتي نحاول في زمن ضايع، تركتيني وأنا قلبي مسافة بين جرح وجرح، تركتيني وأنا قلبي يدور عن ثواني فرح، تصحي فيني إحساسي بعد ما الشيب بلا راسي، تركتيني وأنا بيدك وتعذرتي بزمن قاسي، خطأ والله أنا وانتي نحاول في زمن ضايع. يا سلام. سلام على الشمح الإبداع. هذا الله حاضيات أغني كأسري. أغني هل هو صحيح يعني إذا طلقت المرأة خلاص ما عاد تزوجها؟ قصة في طرف قصير. لا لا، ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرين إلا عائشة صغيرة، ترى المفهوم هذا والثقافة. لا بعض، بس تخلي بناتنا عنس كثير يعني، ترى وهذا ذكرناه، فننتبه. هو مشاعره جزاه الله خير ويعوضهم الله خير، لكن الله قال حتى في الطلاقة وإن يتفرق يبغي الله كل مسألة. أيوة. الأمر إيه، بعض الناس هذه القصيدة تشعلها في نفسه، والله ما عاد أخذها. لا يا رجال، جايت معها فلوس بقى. خلا كمل يا ابو مهند بعدين نشوف. شيء كم عوده خلاص. يقول واقول يا خلي وش غير قلي، توعد وتخلف ولا
تصدق بلا وعادي أجي معك كلي والحب يطبع لي للناس يعيديني وتثالث أعيادي يا ليل يا مولي مالي معك حالي غابات نجومك وأنا في سريتي غادي. سلام بيض الله وجهك. ما شاء الله وجهك. لا محمد اليوم ما شاء الله اليوم متميز. لا حسين اليوم يعني مجموعة إبداع. يا سلام يطول عمرك. قصة في يقول مجموعة إنسان أقول مجموعة إبداع. قصة وقصيدة وشعر. يا سلام يطول عمرك. كلها جمعة اليوم. الله يجزاه خير ربنا كريم. الله يسلمك. هو عموما يعني القصة لما تحصل يا جماعة الخير. نعم. ويكون فيها أخطاء فأي مجتمع لا يخلو من أخطاء. نعم. وقضية أن البنت يقال لها خذي واحد غني وخذ هذا أمر واقع ممكن يحصل يعني أمر طبيعي ما في ما أعتقد فيه إشكالية. وقضية أيضا أنه يصير عنوسة مثل ما قال أبو مهند أنا لا أظن هالكلام يعني دقيق 100% لسبب واحد أبو مهند أن الحالات هذه حالات شاذة نادرة يعني ليست مقياس يعني على المجتمع. الأمر برضو الأهم يعني لا هو كلها مهمة لكن أقصد إنه كون المرأة يعني تبحث عن شريك حياتها أيضا أعتقد ترى ما فيها شيء من ناحية الشرعية. صحيح. صحيح. ما فيها شيء. صحيح. والله المرأة جايز لها الرجال فتعرض عليه إنه يتقدم له يعني يتقدم له يعني أمر طبيعي. إيه نعم طبيعي جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه. نعم. ولا لا نعم. عرض عليه الزواج نعم. هي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر يعني ما أعتقد فيه إشكالية في لكن قضية أن المرأة تختار الغني أنا أقول لا بأس اختار الغني ومثل هذا الرجل اللي ذكره الحسيني أنا أقول رجل مميز والله والله مميز اللي طلق اللي طلقها مميز يعتبر أنا في نظري ليه صدق يعني عاش معها سنين وأكرمها ما قصر معها لا. وحبا فيها قالت روحين شوفين حال سبيل لكن الموتة وين الموتة اللي يأخذها أسبوع أسبوعين ثم يرميها هذا الموتة هذا ابن أبوك عقاب ولذلك حنا نقول لبناتنا يا بناتنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يعني عبث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وأنا أقول للبنت أيضا إذا جلي جيد أخلاقه ودينة وعلى ما قال مبتسم هي ترى ميزتين في الرجل إذا جلقيتها توكل على الله طبعا الدين لا نناقش فيه هذا أساس أي إذا مبتسم وكريم وكريم إذا نفسه حلوة وكريم ترى لن يظلمها فحنا نحرص على أن يعني يكون اختيارنا اختيار صحيح للأسف في الآن من تهتم بالمال بس ترى المال يعني فرحة لحظة ثم ينتهي يضمحل خلاص نعم. وين الحياة أبي عيال أبي حياة أبي حياة زينة أبي عيش زي فلانة زي فلان ما تقدري صحيح. اختاري صح اختاري صح وبشري بالخير أسأل الله يسعد الجميع صحيح. أبو نايف سم. يا مرحبا الله يبقيك يا مسهلا والله أبو نايف طيب أضحكنا يا حبيبي بغير عن غزل